طبعا يا جماعه كبده الفراخ ما بتتغسلش تحت الميه، لو غسلتيها تحت الميه هتلاقي طعمها اتغير. مش اوقات تيجي تاكلي الكبده تلاقي طعمها كده في حديد، تحسي كده تضايقك، في تحس ان طعم الحديد باين قوي فيها وانت بتاكليها، ده علشان انت غسلتيها بالميه والخل والليمون والكلام ده كله. غلط جدا على الكبده، الكبده يعني حاجه حساسه قوي، بس اي حاجه تديها لها فبتغير من طعمها، وفي الاخر نقول هي الكبده عامله كده ليه، وناس ما بتكره الكبده. لكن غسيل الكبده بيبقى ازاي؟ انت بتجيبيها من عند طبعا يعني فرارجي، او لو بتشتريها مجمده مثلا معلبه تتاكدي من تاريخ الانتاج والانتهاء بتاعها، وكمان تكون من مكان يعني من مصدر موثوق منه، يعني انت مثلا بتتعاملي مع حد وعارفه ان حاجته نظيفه وفريش. بتعملي ايه؟ بتحطيها في طبق صغير عليها كده ايه معلقتين ثلاثه من اللبن بس، يعني انا عايزه اللبن يمر على الكبده، اللبن بيمتص كل السموم اللي موجوده في الكبده. وبعد كده بتحطي الكبده في مصفى تصفي كل اللبن اللي هي كان عليها ده، وترجيها كده بالمصفى عشان تتاكدي ان اللبن كله نزل، ولا تشطفيها تحت الحنفيه ولا حاجه وتستخدميها على طول، ما يعني فورا. ده لو ما كانتش الفراخ فريش مثلا ومذبوحه حالا والكبده يعني جايه، ممكن اصلا تستخدميها على طول مفيش مشكله، ما دام الراجل يعني اللي بيذبح وكده نظيف والمكان بتاعه نظيف. لكن ان احنا نغسلها تحت ميه الحنفيه بتزفر وبيبقى طعمها فيه حديد زي ما بقول لكم كده، ان في ناس كتير انا كنت واحده منهم، يعني اجي اكل الكبده احس بطعم الحديد كده، واحس انها لازقه في اللسان وفي السنان، وابقى منزعج جدا من كبده الفراخ.